مرحبا بكم الناس الكل، السلام عليكم، وحبيت أقول لكم يعطيكم الصحة على الاستضافة الحلوة هذه. قبل كل شيء نقدم لكم روحي، أنا لطفي التركي، ممثل ومخرج مسرحي ورئيس جمعية إبوديريتوس للمسرح بالبنزم. الجمعية هذه اللي توا قاعدة تحضر في باكورة أعمالها اللي هي مسرحية صرخة، أول عمل مسرحي بالنسبة للجمعية هذه، من تأليف عبد الفتاح رواس قلعجي وهو مؤلف سوري، ومن إخراجي أنا وتمثيل ثلة من ممثلات وممثلين الجمعية اللي هما مخلطين ممثلين قدم وجدد، وإن شاء الله باش نشوفوا شباب جديد إن شاء الله ياخذ طريقه وتكون انطلاقة صحيحة متاعه من جمعية إبوديريتوس المسرح بنزام. هذا بالنسبة للمسرح. بالنسبة للتلفزة كانت عندي 4 مشاركات في أعمال تلفزية السنة. العمل الأول هو من أجل عيون كاترين للمخرج حمادي عرافة. العمل الثاني هي سلسلة دار الوزير من إخراج صلاح الدين السيد. كيف كيف كانت عندي مشاركة مع قناة حنا بعل في سلسلة ديبانين إخراج حاتم بالحاج. مع الوطنية واحد كانت مشاركة في مسلسل عنقود غضب إخراج نعيم برحومة. وبالمناسبة نحب نقدم تحية لجميع المخرجين اللي تعاملت معهم في المسلسلات هذوما. كيف كيف السنة كانت فما مشاركة في دور صغير في كليب البلطي من إنتاج بانز برودكسيون، وجه لهم كيف كيف التحية بالمناسبة، وإن شاء الله يا ربي الكليب هدايا اللي اسمه تيموان إن شاء الله يضرب كيف ما ضرب الكليب اللي سبق اسمه حكايات البلطي واللي سجل أكثر عدد معناها متفرجين فيه الكليب هدايا على الفيسبوك. إن شاء الله يا ربي الكليب الجديد يكون معناها ناجح أكثر وأكثر. هذا بالنسبة للتلفزة وللكليبات. بالنسبة للسينما كانت كيف كيف عندي مشاركة في دور إن شاء الله يكون حلو، فيلم مجري التلفزي اسمه يلي عيونك في السلام من إخراج نجيب الهادي، إن شاء الله باش تعرض على جزئين في وقت قريب إن شاء الله من هنا الموافقات. كيف كيف فيلم كانت عندي فيه مشاركة اللي نتصورها إن شاء الله باش تضرب وتكون حلوة برشا. كيف كيف فيلم اسمه لوك داب انجليزي كوبرودكسيون مع شركة معز كمون للإنتاج في تونس. هذا بصفة عامة كانت المشاركات متاع الكل. ومرة أخرى نوجه تحية كبيرة لجميع الممثلين اللي شاركت معهم سواء في المسلسلات ولا في المسرحية الجديدة، وتحية خاصة للممثلين المسرحيين عمر الرباعي، صفوان بن خليل، وصفيان بن ظافر اللي كانت عندهم أدوار رئيسية في مسرحية صرخة اللي كنت نحكي عليها. ومرة أخرى شكرا على الاستضافة الحلوة هذه.